نروح لاخر سؤال معانا وهو برضو بيخص منتخبنا، هل هيجيب احد من لاعبي المنتخب الوطني عن دور ثمن النهائي بسبب الايقاف؟ فبيدخل المنتخب الوطني مباريات دور ال 16 دون غياب لاي لاعب بسبب الايقاف بعد ان الغيت كل البطاقات بعد نهايه دور المجموعات لبطوله الامم الافريقيه، وده خبر جيد جدا. محمود علاء يكون بدون انذارات، محمد النني ايضا بدون انذارات، كل اللعيبه تكون داخله كلين شيت. هي كمان مين اكتر لعيب بهرك او اسعدك او فرحك او شفت ان مستواه كان ثابت لمنتخب مصر في الدور الاول؟ دور المجموعات انا ممكن اشوف ان افضل، ممكن اختار اسمين كنت شايفه ان مستواهم كان ماشي وافق مش اسمين اصل انا اختار اسم واحد بس انت طماعه اخدت اثنين يلا مش كده فيهم استمراريه في مستواهم. محمد الشناوي الصراحه على مدار الثلاث مباريات كان بيأدي بشكل فيه استمراريه وشال اهداف كتيره جدا كانت داخله الشباك يعني، وبرده شايفه ان محمود حسن تريزيجيه كان بيقريف اي لعيب كده ماسكه يعني عامل قلق طبعا قدام الخصم. مستوى رائع جدا اول مباراتين بالتحديد. كمان انا اتفق مع مريهان، محمد الشناوي مستوى ثابت في الثلاث مباريات. وهضيف بقى اسم تاني بما انها خدت اسمين فانا هاخد كمان البونص ده. الاسم التاني طارق حامد. طارق حامد لاعب رائع جدا مهم جدا في وسط ملعب منتخب مصر. في اللحظه اللي وسط ملعب منتخب مصر في مشاكل كتيره جدا، انني بعيد شويه عن مستواه، عبد الله سعيد بعيد شويه عن مستواه، طارق حامد بيشيل المكان الصعب ده تقريبا على كتافه لوحده، فانا مستوى متميز جدا لطارق حامد. طارق حامد امبارح لما نزل كبديل في الشوط الثاني ما تتخيلوش نص الملعب ده الفني. انا بكلمكم كمان على هتاف الجماهير كمان ليه كان عامل ازاي في المدرجات بشكل قوي جدا. الناس مقدره تماما الشغل والاداء اللي عامله طارق حامد، رجوله كبيره جدا على مدار الموسم مع الزمالك ومع منتخب مصر بشكل عام. الهتافات ابتدت من اول نزوله مع اول استخلاص، ظهر بجد طارق حامد في الثواني من نزوله لارض الملعب ازاي قدر ان هو يعمل فارق مع هذا التبديل.